السلام عليكم متابعين موقع طنجاي، مرحبا بكم في حلقه جديده في رمضان في الحومه. في رمضان كنعيشوا اجواء جميله مع الاحباب قبل الاذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومه، والسلام عليكم. بارك الله عليك. شمن حومه غادي نزورو اليوم؟ سوريا. بالبال اليوم الخالد. خاو ديالي كيف سير؟ مزيان اخو ديالي. واد داك اللي كتشوف الاجواء هنايا الدراري العالم الله يرحم بابا. كاين شي طواجن هنا؟ كلشي موجود. تحيه للوالده ديالي. تطلع لي حافه حافه الله بلا ما نقول لك ابرا. نمشيو مصلى. حنا نمشيو فيديو ثاني ان شاء الله غنطلعوا مصلى. مرحبا عليكم. شحال ما كنتوا بكم عيطوا لي ليفريكم. هادي هي الهضره. واش مبروكه تعيدوا في الصحه وهنا طول العمر باش ما كتمنوا. وميمكنش نجيو سواني وما نديوش التمر ضش الطبيق. هاي شي طبيب. تبارك الله عليك. شكرا. شنو الاسم ديالك؟ ياسر. شنو قلت لي غاتسني تقدمنا؟ شي واحد مقطع دراب انا اللي عملته. يلا سمعني. هي مش باش نبدا. شوف شنو القرده. تطلع خبز الزبده. طلبت لي ساندويتش من الكبده. مش باش نشار راسي في الغداء. تمالح وملح كي جاكم الرب ديالي مسلح. شكرا. تبارك الله عليك. صدقوا على الراجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. رمضان مبارك. الله يبارك فيك. كيفاش كدوز النهار ديالك في رمضان؟ مزيان مدخم والله العظيم مدخم. كاين واحد النوع اللي كيتعصب تينا باين سبحان الله العظيم. لا انا خرجت العواوالي لعبوا في الرياض. تبارك الله. الرياض الله يخليهم لك. لا نتحرك معاها من الدويره في عشريه الخبيزه الفطور. صح مرحبا وين ونمشيو نفطروا مع وليداتنا ان شاء الله. الله يخليهم لك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا اخي ابراهيم. الا قلت الاجواء في السواني كيفاش عامله؟ شنو باش تجاوبني؟ اجواء واعره. تكون الاجواء دراما يعني بنادم كيكون فرحان والتفاؤل واجواء دراما هذا كتكون مزيونه. وانا عارف يعني العائله وكلشي كيتجمع مع بعضياتو. شنو مقدم لنا اليوم؟ الحويتات وبيصار ورماده. كاينه باغار كاينه بوقا كاينه السرده كاينه التغزات كاينه الشرال كلشي مزيان. كاينه بيصار كاينه بيصار ضروري. الله يعزك اخي ابراهيم. دابا هادي كيفاش كتبيع هاد مثلا؟ هادي بالحبه هادي يعني اللي كيشها شي واحد كنديرو فهمتي. الحبه شحال كتصير الحبه؟ لا حسب على حسب الحوته. كانت الحوته كبيره 15 12 20 صغيره 7 دراهم 4 دراهم 5 دراهم على حسب مع الدراهم وجو السر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا خويا نور. تبارك الله. الحمد لله الله يرحم والديكم اخا. في رمضان كاين جوج الانواع، كاين اللي كيتعصب وكاين اللي ما كيتعصبش. وانا دابا عندك مصري ترمدز مع حمص خوت الوالدين امبارح لي الوالدين نفاح صباح باقي تتقطر له ناس تيقول لي اديني قرعه ولا سالي قرعه بالسي فرانك. لا قرعه باسك نشريها بالسي فرانك. انت عندك واش كتعصر بها؟ كتعصر اختي خصني نقدا. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اي والله انت كيفاش كدوز النار ديالك دابا؟ تنقوزو مضخم تنقوزو مضخم السين حس ديالي كلام الله كذا. دابا جا واحد الشيطان السيفه الباشر قرعه من هنا انا تنعمل لك نفعل لك بحال بغيت زعما ركب معايا سوس تيامات. تمشي الخاوي ركب سوس تيامات السويه وبقى كاجي عندي ندار معاك. هادي انا صاي ما صدرش معايا العبيطه. شي حاجه مرحبا تسخر من عندي. شي حاجه ما كاينش مرحبا كاين مرحبا. فهمتي عندك اجي تاكل ما عندكش اجي تاكل صافي. هادي يلاه ما خصكش حتى طول معايا العربيه ديالك من الاخر تجوعني. نهار كبير هذا مثل قيس. ربي يخليك الله يطول عمركم. مرحبا بكم هنايا عندنا العصير د ايوب. تبارك الله العصير ممتاز. شي حاجه نقيقيه اللي بغى شي حاجه مرحبا به عند ايوب. تبارك الله عليك ودائما تبارك الله عليك. ربي يخليك الله يطول عمرك. شكرا بزاف الله يجازيك. نقول لك كيفاش كدوز النهار ديالك في رمضان؟ اش نقول لك هذا العام هذا مزيون رمضان مع مبرد وكذا وحتى الناس النفوس مطمئنه. ما كاينش ديك الصداع اللي كنا كنشوفوه هنايا. كانت الحلقات كتنوض هنايا مره انا مره. لا الاجواء مسا مداخله. لا هذا العام هذا الكالمي الحمد لله. اللهم يسر ولا تعسر. ضحكه وابتسامه. اللهم لك الحمد. الحمد لله ابراهيم الله يرحم لك. عويش مبروكه. تبارك الله على الغزال ديالك. تبارك الله على خاي ابراهيم ديالنا. طنجاوي ديالنا بالشماعله فيما مشيت كنجو. شماعله وهنايا بحال لا سكوباس كنخلط. كيف لازم اخر. كيفاش كدوز النار ديالك؟ سانتيو 5 5 فريسه فريسه 12 دراهم. رمضان كيكزو الحلاوه ديالو الحمد لله. ما عملتي شي هيدا في رمضان ماشي تعلق. رمضان لازم يتحرك. اما اذا بقيتي الدم بارد نهار اللي ماشي تحرك مصيب. تبارك الله عليك الخاوي ديالي. الله يعاونك. فيكتوريا شحال كيلو؟
12 درهم ليلي 15 درهم بزنس رجعت يا خايب راه هذه هي الهضره يلاه دابا غادي ندخلوا للحلق ديال الحومه سلام عليكم صحه الحسن يعطيك الصحه واخا احسن حلق في العالم تبارك الله خاوتي ليك بزين بخير مزيان نقول لك كيفاش كدوز علينا كيفاش كدوز النار ديالك الحمد لله اللهم لك الحمد شي كليان كيعصبك كيفاش كتعامل معاه كنتعامل معاه بسياسه حتى كيبرد ياك اخي والله والحق بينك يجيو عندك الغزل اللي ما كتعصبش الله يلا الحمد لله شنو غتقولوا الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا رمضان مبارك والعواش مبروكه والله يبعد علينا ولاد الناس الله حمد ابخا كيفاش كدوز النار ديالك فرامات طوب اخاو حلاو كاين لها دابيزه من هذو فرحه الحمد لله كذب عليك اخاو رمضان دائما كندوزو هذا غير الضحك والنشاط والصلاه وربي كيعطينا القوه والصبر وبخير هذيك اللي كيدير الناس اللي كيتفرجوا فينا شنقول لهم اخاوتي رمضان مبارك سعيد وان شاء الله خواتي يدوزوا باحلى رمضان هذا العام وصراحه دازت طايره اخي ابراهيم لاحظت يا خوا الله يعينا والله يرحم الاموات ديالنا واللي بعيد علينا كنلغوا السلام ديالنا دخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن الله يلاقينا شي ساعه الخير والسلام عليكم بارك الله عليك سلام عليكم وعليكم السلام اليوم معنا السي ابراهيم سواني وما عندوش مع بنادم اناني واللي كيجي عنده كيفراني كاينه ولا ما كايناش يا اخي ابراهيم ولسان حلاوه وقال من قواد وما طنجاوه القاوه طنجاوه وما هادو فريسه فريسه دابا كيقولوا فيها مرت الناس كامله كتديها وزاره الصحه قالت ما فيها لا مرت لا والو الناس باقا موسوسين شنو غتقول لهم اخي ابراهيم خصنا غير الرخا نديو كلشي حنا ما عندناش شي مشكل حنا عاملين لهم الرخا انا شحال عامل كيلو 12 درهم والسوبر فريسه هان اللهم بارك الله يرحم بابك اخي ابراهيم الله يعزك سلام عليكم السلام سينا عن سقسك على الاجواء د رمضان شحال هذه مع دابا شكون احسن العام الاول احسن من دابا هذا العام هذا هذا العام هذا الازمه الازمه خنيقه ديرها ما غير طيوها شي يوم ولا طويلات خارج زيد 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 قول هاي دي والله غدو من بعد من بعد هو عاك يكذب علينا ابراهيم والله يعاونك الله يعاونك نهار كبير نهار كبير بكم اخي ابراهيم ومرحبا بك عندنا في السواني ونورتي السواني الى قلت لك الاجواء في السواني في رمضان كيفاش كتكون الحمد لله هاد الاجواء هاد العام هذا مزيانه في السواني ما شناش ديك البلعه الدابزه وهذاك والناس بدات كتوعى شويه وعشركم مبروكه وتحياتي والسلام عليكم خاو ديالي كيفسينا مزيان مزيان بخير راه حمد لله يلا كون سي عزم الكومونتير الله يلاه صلاك سمع الكومونتير جين السواني اذا تمنى فيديو حاول الحومه ديالنا الله يعطيك كيفاش كيفاش كتكون الاجواء د رمضان من الحوم الحمد لله كلشي مزيان رمضان ضخم قوزنا الحمد لله الله يدخلوا علينا الصحه والسلام الله يبارك واش ناس تقول الاخوان ديالنا اللي كيسبارجو فينا واش مبروكه وتهلاو في الوالدين ديالكم وديما المغرب ديما المغرب نزيدو ندورو نشوفو السواني كيفاش عامله الحمد لله كلشي فرحان كلشي ضاحك راه نشوفو الدراري ديال العواصر سلام عليكم مرحبا بك الخاوه ديالي هذا لطفي تاور تحياتي لخاي لطفي اجي لطفي اجي لطفي هذا خاي لطفي وقاف صاحبي شوف السواني لاحظ فيا توحي ما معصب هنا لا عمرو ما كيتعصب واللي كيتعصب احمق واش هي ورد الله كتسناوه فارغ الصبر 11 شهر وحنا كناكلو كنتسناو شهر رمضان نصومو فيه ونعبد الله سبحانه وتعالى واللي كيتعصب احمق ماشي منا وحنا ماشي منه تبارك الله عليك اي والله كلشي كلشي ديالنا تبارك الله عليك شكرا الله يرحم والديك حنا ما كنتعصبوش يا خي ابراهيم انا ما كنتعصبش كنتعصب دقائق الاخر عرفتي بويا كانت هاد في الدقيقة الله أكبر دقيقة 90 اللي كيعاني اللي فيها فويرة هذه هي الهضرة كانت هاد الدنيا أنا الخاوة ديالي زبيبة الخاوة ديالي الله وما يمكنش نجيو سان السواني وما نديوش التمر ضد الشطبيط حيت الشطبيط تبارك الله عليك شكرا لا لا تجي السواني كتجي الدار كبيرة ملي جينا الأصدقاء ديالنا جوكيرو التمر داه الوالد يلاه بحال خاو ديالي كيفسي مزيان خاو ديالي وداك انت اللي كتشوف الاجواء نايا الدراري العالم الله يرحم بابا كاين شي طواجن ولا كلشي موجود تحيه للوالده ديالي تطلع الحافه الله بلا ما نقول لك ابرا نمشيو مصلى اخنا نمشيو فيديو ثاني ان شاء الله غنطلعوا مصلى مرحبا عليكم شحال ما كنتوا بكم عيطوا لي ليفريكم هذه هي الهضره واش مبروكه تعيدوا بالصحه وهنا طول العمر باش ما كتمنوا سلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كتجي نسواني ضروري كتجي عند الورقه ضروري عليكم الطلبة خصنا الرانديو باش نديو الورقة لا لا ما بقاش دابا الامور معوضة مزيان الله يا خاي وشحال دابا شحال عاملين كيلو هذا النعام الورقة 20 درهم كما العادة السواني 20 درهم دائما كما العادة وشني غنقولوا للناس السواني شني عارف لهم براسك اخي مرحبا مرحب بهم مرحبا بهم عندنا راه معروفين حنايا اصلا على طول العام صورني معاه خاي
صح ياسين الدراري المعروفين رمضان مبارك سعيد حامد مرحبا بكم طنجة والسواني تهلا فيكم واحد واحد دابا جينا عند الطرف ديال الحومه اللي نقارضوا تبارك الله ما بقاوش يلعبوا صغارين كيسعن ما بقاوش مره دابا بداو كيتقاردوا من هذه تقاردت يعني دابا عطنا نتهلاو فيها ونطلعوا واحد بس لا دابا السلعه غلات ومدخول ما كاينش الروج ما كاينش هذيك يقول لك هيدا يجي يقول لك هيدا اصلا بزاف دابا كاين اللي كيشري سبردينه غاليه وكتقطع له وكينساب اللي كاينه الطرف كيشريها غاليه وملي يجي يقول تقول 10 دراهم يقول لك لا بزاف هو شاريها غاليه اصلا كيتك 10 ديك 10 دراهم وعد لها مزيان قلت لها خرج ندخل الشركه هي الشركة كتقطع وحنا هي بقاتي بحال اللي كانت المهم امور عيانه شو الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرزق الله يرزق الله يرحمه كيفاش عامل في نهار رمضان كيفاش كدوز نهار ديالك؟ ضخم رمضان تكرهنا شي بقى دائما والله العظيم هذا هو الشهر اللي كنرتاحوا فيه السواني جاو تبارك الله عاودي ضحك وماشي لا ضروري ضروري نسيناك كيفاش كدوز نهار ديالك؟ ضخم الحمد لله اللهم لك العبادة الله إلا في الغاية والنهاية شنا تكون الإخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا الله يتقبل من الجميع آمين الله تعالى يغفر لنا ولهم آمين بارك الله عليك خاي إبراهيم خاي ياسر كيفاش كدوز النهار ديالك؟ ضخم ما كاين لا عصب لا والو كاين حتى شي حاجة الحمد لله كتعصب حتى الوالدين ديالنا لا والو حتى الوالدين ديالنا الحمد لله هذاك هي كلشي الرضا هو كلشي كاين شي طوازين كاين شي أجواء زوينة كلشي مرحبا بك أي حاجة ياك أخي كل خير أخي إبراهيم السواني كيفاش كدوز النهار ديالك؟ ضخم ما كندوز ياك أخي الحمد لله إبراهيم شنو تقول الإخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا أخي نقول لكم الله يحفظكم وعواش مبروكة رمضان مبارك كريم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله والله يحفظنا ويحفظ والدينا يا ربي الحبيب تبارك الله خو ديري تبارك الله الله يبارك فيك اخي اللي كيعجبني فيك دائما فرحان دائما ناشط اخي ابراهيم ضروري يا اخي دابا شو دابا انا كنعرفك في رمضان ومن غير رمضان دابا كيفاش كدوز النهار ديالك في رمضان نضخم اخي ابراهيم الحاجه اللي كتعصب الحاجه اللي كتعصب لي فهاد الساعه ما كيعصبني حتى حاجه ولا قلنا الاجواء هنايا كيفاش كتكون اجواء مزيانه ياك اخي مزيانه شنو تقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا اللي غنقول لهم رمضان مبارك ودائما يبقاو معنا ان شاء الله ما يهربوش علينا رمضان مبارك هادي ناوري جامع المسلمين كيبان لي زع عندك جامع الطيور هنايا تبارك الله الطيور هذيك سي على حسب الذوق ديالك واحد الذوق ديالو والانواع اللي عندك هنايا باش الناس اللي يعجبهم الطيور يجيو وجودي كاين بيروس كاين الحمام كاين جداد كاين كلشي شنو تقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا؟ تبارك الله زعما انا بغيتو شي حاجه ان شاء الله مرحبا تبارك الله تمام مزيان ان شاء الله ندوزو رمضان مبارك سعيد ان شاء الله كيفاش كدوز نهار زينا؟ عيد السنة مصايم كسرة مدرسة دراري تاو ما عيد كلشي بحال الحمد لله داكشي اللي خصنا كنا ليك يا الحمد لله ما قبل كانت حاجة أخرى شنو كان شحال هادي اللي ما شفناهش حنايا ما كرهناكش تقول ما شفتيش انت هنا هنايا واش كتهضر على هاد البلاصة هادي هاد البلاصة هادي كانت خاوية داير القصاب والماء كيفيت هنايا هاد مطح هذا وهاد الدار هادي وهادي بنيين قدامي واحد الدار هي قديمه حتى هي هاد الزنقه المهم هاد الزنقه هادي اللي قديمه دابا في السويد يعني لا ماشي قديمه هذا كاين اللي قديم عليها شحال يكون من دابا من عام دابا التصاريخ اللي كتهضرنا عليها انت وانا كنهضر لك انا على من 60 ديك 50 لهنا دابا نقول لك شكون احسن واش شحال هادي ولا دابا لا 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 شحال قبل احسن من دابا دابا وقعت السحام وقع الطبيعة ما بقاتش هاد المتعة كامل كامل الطبيعة الشهر والربيع الحمد لله سبحان الله دابا الوقت عاود تبدل بزاف ودابا ماشي 60 واخا شوف شوف بيع بيع دابا الاولاد 60 و 70 فين هو ولدي هذا؟ ها هو هذا 5 درهم 70 ماشي هي 80 ماشي هي 90 يعني كل عام كتبدل تبارك الله والمجموع كامل على 30 عام كيتغير كل شيء الحمد لله وكيفاش كدوز النهار ديالك في رمضان؟ النهار اخي انا عيان ما كنصومش انا مريت عندي ثلاثة امراض مزمنة الله يشافيك امين ما كنقيلو هيدا بخير الحمد لله قراو القران صليو الصلاة في الوقت ديالها ايوا كنخرجوا نعملوا ديك الدويره هايده وانا الدكاتره وقفوا لي العمل وقفوا لي الخدمه قالوا لي ممنوع تخدم عندك القولون يعني ممنوع حمل اثقال وهادي
يعني دابا سيدي هيدا هيدا وكان الله يلا الله يشافيك والله يمنك كره ناشي امين امين الله يكرهك اكره ناشي نكونوا صحاحين ولكن دابا الصحه مزوره فوتوكوبي ها واحد ورقه اصليه صورتها فوتوكوبي حق ربي كبير ان شاء الله كبير الحمد لله مؤمن مصاب مؤمن مصاب الله تعالى صبنا الحمد لله على كل حال كنحمدو في السراء والضراء مرة أخرى نجبرك عاود الصحة جيدة إن شاء الله لا الله لا الله با لا الله عواشر مبروكة علينا وعليكم الله يبارك الله يعزك الله يرحم ولدك الراجل الراجل غني عن التعريف الله يحفظك الله يعمر السلعة والله العظيم راجل الدرافات ما عجبر شي واحد براه مادا كي تحكي والله ورابط كريم واحد الدنيا وادم احسن واحد الله يرحم والديك الله يرحم باب كيما شفت سوكان زادية نهاية الفيديو فين بغيتو نمشيو حومة ثانية ان شاء الله والسلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.